السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال شركة آفاق التعليمية، مرحبا بكم مع درس جديد ومع مادتكم الشيقة مادة الأزكياء والمميزين الرياضيات مع طلاب الصف الثاني الابتدائي مادة الرياضيات الفصل الدراسي الأول. الفصل الأول قراءة الأعداد وكتابتها. وحتى نستطيع أن نحسن قراءة كتابة الأعداد حتى 100، يجب أن نفرق ما بين العشرات ونقرأها جيدا، والآحاد نقرأها جيدا، والعقود في العشرات مهمة جدا للحفظ. فأقول الواحد عند الآحاد 1، وعند العشرات 10، والاثنين عند الآحاد 2، وعند العشرات 20، عند الثلاثة كم؟ آحاد 3، عشرات 30، والأربعة عند الآحاد 4، وعند العشرات 40، والخمسة عند الآحاد 5، والخمسة عند العشرات 50، والستة عند الآحاد 6، والستة عند العشرات 60، والسبعة عند الآحاد 7، والسبعة عند العشرات 70، وثمانية عند الآحاد 8، والثمانية عند العشرات 80، والتسعة عند الآحاد 9، والتسعة عند العشرات 90. بارك الله فيكم. وكذلك يجب أن أضبط قراءة الأعداد 11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20. أكتب العدد 16 بهذه الطريقة 16. هيا فلنطبق ما نتعلمه. يجب أن نتأكد، ها، 6 عند الآحاد 6، وعند العشرات 60 أو 60. ها ننتقل ونتأكد من قراءتنا. 35، 5 آحاد، خلاص، لأنها لو كانت عشرات حتكون 50، فلأنها آحاد 5 أكتبها في البداية. والثلاثون يعني إنها 3 لكن قاعدة في العشرات، كبرت شوية صارت 30. طيب نأتي لمسألة رقم 2. 70، 70. طيب هل هنالك آحاد؟ لا يوجد آحاد. كيف عرفت ذلك؟ لأن الآحاد هي 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9، لكن هنا قال 70، هو يريد عقود 70 فقط. 70 يعني 7، وما عندها آحاد تصير 0، تبقى 70. طيب 63، 63، 3 آحاد فتكتب في البداية، و60 عشرات تكتب في منزلة العشرات فتكون 6، فهي 3 وجنبها 6. أحسنتم. طيب 41، ها، 1 آحاد باين عليها. طيب والجنبها إيش؟ عشرات. كيف عرفت انها عشرات؟ لانه قال 40، لانها العشرات 10 20 30 40 50 60 70 80 90، فيصبح عندنا 1 يكتب في البداية، و40 يعني 4 قاعدة في منزلة العشرات. بارك الله فيكم.
الآن أكتب هذا العدد بالكلمات، هذا أربعة، 14، لأن الأعداد من بعد 10 لين 20 تكتب نقول عليها 10، 14، 15، 16، 17، ها رددوا معاي، 18، 19، 20، فهذه ستكون 14. طيب هذه هل في حاجة في الآحاد؟ لا، هذه الصفر ما تقرأ. طيب هاي 8 في العشرات، اتفقنا أن 8 في الآحاد كم؟ 8، وفي العشرات 80، فهذا العدد ما عنده عشرات فقط، فأقول عليه 80. أحسنتم. أنتقل للمسألة التي بعدها. ها يقول أكتب العدد الأعداد الآتية بالأرقام أو الكلمات، ها 11 أو 11، أحد يعني واحد، 10 يعني تبع الجماعة اللي بعد 10 لين 20 اللي هو واحد مع واحد. أحسنت. طيب 72، 2 خلاص أنزل مكانها 2 لأنها أحد. طيب والعشرات الخانة التي جنبها 70، يعني 7 مكان العشرات، فتصبح 72. طيب 80، ها كيف تكون 80؟ 80 هي يعني ما عندها أحد، على طول راح أكتب عشرات، فستصبح معي 80، يعني 0 أحد و8 عشرات. أحسنتم. طيب 100، طبعا 100 هذه صديقتنا وما في أحد ما يعرفها، واحد ومعاه 0، هذه معروف، 100 هذه معروف عند الطلاب وسهلة. طيب 7، أوف 7 والله مرسلة في غاية السهولة والجمال، 7 بس، ها 7 ندرسها من الصف الأول والروضة أو التمهيدي، 7. طيب 68، 8 يعني 8 على طول أحد، طيب و60 يعني 6 على طول مكان العشرات. سنتم 68. طيب 14، ها قلنا 10 ده حق مين؟ 10 ده اللي هو زي هذه 11 12 13 14 15 16، فأربعة عشر يعني 4 والجنب منها 1. طيب 86، 6 خلاص أحد، لأنه قلنا 6 أحد 60 عشرات، 5 أحد 50 عشرات، 4 أحد 40 عشرات، 3 أحد 30 عشرات، 2 أحد 22 عشرات. بارك الله فيكم، فتبقى 6 يعني أحد تنزل 6، و80 تنزل عشرات، والأخيرة معانا حتكون 22، يعني 2 أحد 20 يعني 2 مكان العشرات. بارك الله فيكم. أما هذه الجزئية فستكملونها أنتم واجبا، وأنا سأنتقل إلى هذه المسألة تفكير رياضي. يقول النموذج الآتي يكتب عددا، يمثل عددا اكتبه بطريقتين. تعلمنا أن الحب المتفرق أو القطع المتفرقة هي أحد، والأعواد المتصلة أو العصا هذه عشرات، فعندي كم أحد؟ عندي 2 من الأحد، وعندي كم عصا من العشرات؟ ها 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، فسأقول أنها 2 بإضافة لها 90 فتصبح 92، 92، أو أن أكتبها بطريقة الأعداد مكتوبة، أقول 2 أحد 90 عشرات،
اثنان آحاد وتسعون في العشرات، 9 في العشرات. بارك الله فيكم أبنائي الطلاب، وأشكر لكم حسن استماعكم، وبالتوفيق إلى أن ألتقيكم في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.